الرواية أن الإمام الحسين عليه السلام سأل والده أمير المؤمنين عن صفة مجلس رسول الله، فقال: كان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر. احنا نحتاج مجالسنا إلى ذكر. شلون يعني؟ تقول له واحد: انت وين تروح في الليالي؟ قال: ديوانية. وين تروح انت؟ قال: القهوة. وين تروح؟ قال: ابسط في بيت عمي، هناك يجمعون اهلنا. قل: زين، تنفذ ثلاثة المجالس، وش حديثكم؟ الحمد لله ان شاء الله ما في معصية. خلها مستورة يا عمي، خلها مستورة. كيف يعني؟ يعني اغتاب. انت تغتاب؟ اذا مو انا غيري. في بعد استهزاء؟ اذا ربي نضحك نستهزئ. في كلام فحش؟ قليل. في وش بقى من المعاصي اللفظية؟ الله يقول في القرآن: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الذكر يخلي الشيطان يخنس يروح. المجالس اللي تكون على ذكر ما يجد الشيطان فرصة ينفذ. واحد يقول: وش أسوي؟ حضروا له، نحضر كأن بلقي محاضرة. حضر للمجلس. وش حضر يعني؟ أنا الليلة بلتقي الجماعة، كم بقعد؟ بقعد ساعتين. حضرت قضايا تهم الديرة، جيت قلت لهم: يا جماعة ترى أولادنا يحتاجون نسوي لهم مشروع كذا، تعليم مثلا لغة عربية أو تجويد، وش رأيكم كذا؟ ونضح ديك الليلة نسولف وش شلون ننجح وشلون كذا. خلصنا من دي، عندي موضوع ثاني فتحته، ويخليهم يتكلمون. عقب ما خلص المجلس أقول لهم: شباب، الليلة ما غتبنا، ترى نقدر ما نغتاب، بس نحضر وش نقل. إذا تركنا رحنا ارتجال، شيطان ودينا يمين شمال يمين شمال، نقع في المعصية. القرآن يقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. النبي ما يقعد ما يقوم يذكر الله، فالشيطان ما يجي مجلس النبي.